عليكم السيد رئيس الدائرة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. من هذه المناسبة مناسبة الاحتفال بمولد النبوي الشريف يتقدم بكل شكري وتشجيعي لجمعية سراج المبين والتي على المجهودات الجبارة والمتواصلة منذ تأسيس هذه الجمعية وعلى رأسهم ما قال الأستاذة مريم خناش وشفيق ياس اللي نعتبرها انا شخصيا نموذج للمجتمع الجزائري ككل ماهوش غير نموذج ولا مثال يقتدى به على مستوى المنطقه هذه. دونك نجد التشكر تاعنا وبارك الله فيكم ونعتذر على التاخر كان عندنا ضياف كنا نسيناه والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك سيدي وجزاك خيرا. الآن إلى كلمة أحيلها إلى السيد عضو المجلس الولائي السيد بن شايبة ياسين فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحضور الكرام مرحبا بكم. دائما نتجدد مع الأخت الفاضلة ومع هذه الجمعية الناشطة سراج المبين. هي مولود جديد ولكن نرى فيه الحداثة في الأنشطة وفي التنوع وفي أشياء جديدة في بلدية الشمول والحمد لله. هذا موعد مع العلم ومع اللقاء تكريمات القرآن دعم لشبابنا بأن هناك نماذج نفتخر بها في بلدية الشمول. الشيخ إلياس والمنشي أيضا على كل ما يبذلونه لكي يزرعون الفخر والانتماء لهذه المنطقة المجاهدة. فأقول لكم شكرا على كل ما تفعلونه في هذه المنطقة. كما تفضل الأخ رئيس الدائرة أنتم نموذج الجزائر ولستم نموذج نعم للدائرة أو للولاية. فبكم نفتخر ونقول لكم وفقكم الله وشكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيك سيدي وجزاك خيرا. الآن نحيلكم مرة أخرى إلى الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاشي يلقي على مسامعكم كلمة حول المولد النبوي الشريف فليتفضل مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرد جدد لكم التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحقيقة كان الأولى بهذا المكان وكان المبرمج لهذه الدقائق أستاذ آخر ولكن تعثر عليه الحضور فغاب ونبت عنه وأقول إن شاء الله كلمات مختصرة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن تكون بريداً إلى القلوب. هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام نستذكر هذه الذكرى العطرة كل سنة والإنسان الحصيف الواعي الإنسان المؤمن يسائل نفسه لماذا أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العبقة التي تترتب لها الألسن وتخشع لها القلوب وتلهج الألسنة بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وترافق هذه الذكرى موائد ومواسم وأطعمة وأشربة وغيرها مما يرافق هذه الذكرى وكذلك إنشاد وغير ذلك. فلماذا يعني يسأل المؤمن نفسه لماذا أحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذه الذكريات يحتاج إلى مثل هذه الاحتفالات.
وما حظ النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ هذه أسئلة منطقية، يعني يسائل كل منا نفسه ويجيب عنها بصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لا يحتاج إلى هذه الحفلات، أقصد بالحفلات الصاخبة التي تجنح عن منواله وعن منهجه، فلا تشتغل بما يعود على النفس وعلى الأمة بالنفع والمصلحة. هذه الحفلات لا تعني النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحفلات ومن هذه الذكريات ما يصطبر به الإنسان المؤمن من عمل ومن أسوة ومن اقتداء ومن استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، ما يعود على المؤمن بالنفع في حياته وبعد مماته. أمامنا أيها الإخوة الكرام وبيننا جيل كما ذكرت آنفا، جيل لا يتعلق بشيء سوى ما يتعلمه في هذه الحياة، ما يتعلمه في الأسرة، ما يتعلمه في المدرسة، ما يتعلمه في المجتمع، ما يتعلمه هنا وهناك. وإذا لم نرعى حق هذا الشباب وحق هذا الجيل من التربية والتعريف بهذا والتعريف له بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم بخاصة، بسيرته في حله وترحاله، في سنه وحربه، في تعامله مع أهله ومع مجتمعه، في كل هذه الميادين، إذا لم يعرف كل هذا فقد ضيعنا هذه الأمانة، وسيتعلق الشباب حتما بغير ذلك. فأريد أيها الإخوة الكرام، ونحن نحتفل بذكرى مولد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، أن نستحضر جميعا وخصوصا الأولياء الذين بيننا، أن نستحضر جميعا ثقل هذه المسؤولية وثقل هذه الأمانة الملقاة بين يعني أيدينا هذا الشباب الذي لا يعرف سوى ما علمته. فالولد كما يقولون نسخة عن أبيه، ونسخة عن والديه، ونسخة عن أسرته، ونسخة عن مجتمعه، ولا يفرز هذا الولد إلا ما رضع في صغره، لا يفرز في كبره إلا ما رضع في صغره. فإذا رضع الحلال جاء الولد على ما تقر به العيون، وإذا رضع سوى ذلك عض الوالد وعض الوالدان أيادي الندامة، حيث ولا تمندم ولا تسعة مندم. فذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نستذكر فيها علاقة الرحمة، الرحمة التي ينبغي أن ننشرها بيننا وبين أولادنا، بيننا وبين أهلنا. المجتمع الذي يحتاج إلى الرحمة في وقت اضطرت فيه المادية المقيتة التي فرقت بين الناس، فتجد الإنسان يبيع أخاه بعرض من الدنيا قليل. هذا الإنسان الذي يفترض فيه أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر الأنوار، في شهر ربيع، في سائر أيامه، تجده يسحب كلمته، يعني إذا خالف الأمر مصلحته ولو بعرض من الدنيا قليل. فأي وزان لهذا الإنسان حينما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وهو يدعي القرب والحب والوله بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم منه براء، منه براء. لذلك قال القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نستذكر عطر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم
في تعاملنا اليومي مع بعضنا البعض، في علاقتنا مع أهلنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نستذكر عبق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحاور الكبرى كلها. فحيثما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعض عليه بالنواجذ بفهم العلماء وبفهم العقلاء. هناك فعلا يعني تتجلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ندعي في كل مناسبة حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حينما نعود القهقرة نخرج من هذه المناسبات نعود كما كنا عليه، فهذا يورث بعدا ويورث يعني نفورا عن هذا المنهج. فيعني هذه الكلمة باختصار أيها الإخوة الكرام، نريد أن نعود مرة أخرى إلى حضن النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعود مرة أخرى إلى رحاب هذا الدين الفسيح، نريد أن نعود مرة أخرى إلى بعضنا البعض لنجتمع. صحيح أن الخلافات كثيرة بيننا، ولكن في الوفاق وفيما يجمعنا أكبر وأوسع من الذي يخالف من المخالفات التي بيننا. والله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وركب الإنسان على هذا الخلاف، فقال: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. محال أن يكون الإنسان نسخة عن غيره، فلابد أن يكون شيء من الخلاف والاختلاف، ولكن الاختلاف استثناء. أما الوفاق فهو كثير وكثير جدا، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترككم مع المعلقة، وأعود عودا على بدء. فإن هذه الجوائز التي رصدتها الجمعية مشكورة، هذه الجمعية هذه الجوائز إنما هي يعني عربون محبة وعربون علاقة بهذه الذكرى وبترسيخ هذه القيم في أفئدة وفي عقول أبنائنا، وليست يعني جوائز يعني كبيرة وقيمة، إنما هي جوائز رمزية لكن رمزها أكبر من مضمونها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وجزاك عنا خيراً. الآن أيها الأكارم، ولأول مرة في بلدتنا الطيبة شمول، ننتقل بكم إلى الأجواء المحمدية مع فرقة مجموعة الروح الإنشادية القادمة إلينا من قسنطينة تحت قيادة السيد عبد الجليل أخروف، الذي له عدة مشاركات دولية ووطنية، منها منشد الشارقة في دولة تونس وفرنسا، والذي حاز على المراتب الأولى في المهرجانات الوطنية، منها مهرجان كلمة وسجيدة، كما له إصداران أسماهما منري وفن السماء، كما أنه عضو في لجنة تحكيم أو في لجنة التحكيم في عدة مهرجانات وطنية ومسابقات، منها تاج القرآن. وأيضاً هو أستاذ للمقامات العربية بدولة الإمارات المتحدة، وكذلك يزاول عدة نشاطات لا يكفي المقام والمقال لذكرها. فأهلاً بكم وسهلاً بكم في بلدتنا الطيبة، وأدعكم أيها الأكارم معهم لتشنفوا أسماعنا وأسماعكم بالوصلة الأولى، فليتفضلوا مشكورين مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يسعدنا جدا تواجدنا معكم هذه الأمسية لنحلق سويا في سماء الإنشاد والكلم الطيب، وهذا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتكريم حفظة القرآن الكريم، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية السراج المبين
وعلى هذه الدعوة الكريمة على وكل الحاضرين من السلطات المدنية والعسكرية والمواطنين الكرام على حضوركم الدافئ المليء بالسعادة. ومحظوظون جدا أننا أول فرقة تقيم حفلا إنشاديا وإن شاء الله يكون شرف لكم. أعطونا تصفيقة. ماذا بكم تفعلوا معه؟ ما تردوش. أكبر في الرسول روحا تسامت في كمال وعزة لا تسام، I'm not afraid.
وطول الليالي وطول الدوام
صورك بليه هيا كنش مسكين في الخزن من الثقة اطلع على هذه الدليل أحسن مستوى شكرا وكل شهر الوضع اللي أحنا بيحبكم أمين Thank you.